قولي بقى، نزلت مع المباحث وقبضوا عليه من بيته؟ المباحث جاتني المستشفى وقالوا بابا فين، قلت لهم كل موجود بقى. قالوا لي طب تعالى انت لوحدك، حتى كان يعني اخو مراتي كان عايز يجي معايا، قالوا لا تعالى انت لوحدك. نزلت معاهم بصراحه هم مشكورا يعني تعبوا معايا، بس كانوا جايبين الكاميرا اللي هي موجوده في قلبيها شكل العربيه ليها علامه مميزه، ما فيهاش نمر، العربيه ما فيهاش نمر بس ليها علامه مميزه، كان قدام كده مش صاروخ كده بالصاروخ. فجابوه جبناه حوالي الساعه 11 بالليل او حاجه زي كده. اتصلوا بصاحب العربيه، صاحب العربيه ده كان معاه عربيتين واثنين سواقين. لما سالنا عليهم في الموقف قعدنا من المغرب لحد الساعه 11 بالليل بندور عليه، فهو ركب جنبي بيقول لي هو انت جاي في ايه؟ كانوا قال لي ما تتكلمش معاه خالص، فقلت له انا ما اعرفش خدوني. قال لي طب، قلت له انت جاي في ايه؟ قال لي انا، قالوا لي انت خدت عيل، قلت له انت فعلا خدت عيل ركبته وما خدتش منه؟ قال لي اه، عند الكافيتيريا كان راكب نص محطه بيحكي لي. قال لي كان راكب، وقلت له حبيبي ده معكش اجره خلاص. بيقول لي مش عارف واخدني ليه. كان المباحث قالت لي ما تتكلمش خالص. قال لك كده؟ ما قال لكش ايه اللي حصل؟ وبعدين بقى بعد كده ما فيش، ما عرفتش ايه اللي حصل في المحضر؟ لا ما عرفش اي حاجه، لان انا اصلا ما كنتش اعرف اي حاجه. المباحث خدت الكاميرات وما ورهنيش انا. انا دخلت معاهم المحل اشوفها، قالوا لا خليك انت، مع ان انا وريتهم الكاميرا والدم على الاسفلت بتاع ابني وكل المحلات خرجت. قالوا فعلا ابنك كان يوم الحادث كانوا احنا شايفين المنظر كلهم شاهدين، وهم خدوا المباحث خدت الكاميرات وما ادتهانيش، يعني خدوا الصور وما ادهنيش انا. بعد كده انا رحت المحل اداني الصور بس بتعلي مغيمه كده مش مظبوطه قوي، بس المباحث خدتها بشكل حلو عشان جابت العربيه وجابت السواق. صاحب العربيه، صاحب العربيتين جابوا السواقين، لان سواق فيهم هو اللي هو المفروض تجيب محامي بقى عشان يتابع. اما احنا ما كناش في وعينا عشان كنت خايف على ابني. بعد كده فكرت ان انا اجيب محامي، بس انا زعلان من حاجه واحده، لان ازاي في، لو بصيت حضرتك في الفيديو قرص بالعربيه بعد الواد ما وقع، العربيه بتدخل من ورا، العربيه مالت الدنيا دخل من الجري بعد ما وقع ابني جري ازاي؟ حتى لو ده لو كلب مش بني ادم ويترمي كده ما ينفعش يسيبه يجري كده. والناس كلها، في ناس خارجه من محلات في الفيديو حضرتك لو شفتيها ماشيه واحده واحده وبصوا للواد وبعدوا. جاني تليفون، انا نزلت اصلي الظهر، هي الحادثه كانت الساعه 12 ونص، انا نزلت اصلي الظهر الساعه 1 لقيت والدته رن عليا 8 مرات. 8 مرات بعد ما جيت من الصلاه ببص انا في الشغل، ببص في التليفون لقيتها رن عليا 8 مرات. اتصلت بقى قالت الحقني ابني في ناس جايباه في توك توك. قلت لها وانا جاني مكالمه وانا جاي دلوقتي واحد بيقول لي انت ليك ابن مليان شويه. قلت له، قال لي الحق حرام، الراجل ضربه لما موته انا كنت قاعد على القهوه ورماه من الميكروباص وجرينا ورا الميكروباص ما عرفناش نجيبه. تقريبا شكل الكل عجادي او حاجه زي كده مليان هو كده شويه. اه طيب ماشي، عشان فيه سواء وقع من الميكروباص هو عنده. هو اللي وقع من الميكروباص ولا واحد ضربه؟ هو السواء انا كنت قاعد على قهوه. اه بالله عليك ما تسيب حق الواد ده، بالله عليك ما تسيب حق الواد ده. طيب ماشي اخويا انا معاك. لا اعرفك ولا تعرفك. الله يبارك لك يا حبيبي. ابنك تقريبا نزل اتكلم معاه. اه فاهمني انت؟ اه السواء الميكروباص ده اخده في صدره. ضربه في صدره؟ تقريبا كان في الواد بيموت، الواد بيموت. اه طلعت منه الواد بيموت. الواد جري ورا الميكروباص. فاهمني انت؟ آه. جري ورا الميكروباص عشان يلحق الورقه ولا ياخد منه حاجه. اه. السواق بقى وقعه. ما هو دلوقتي الواد بيقول لك ان هو ضربني ورماني من الميكروباص. الناس اجري وراه على رجلي ما حصلش. طب انت فين يا اخويا؟ انت فين يا اخويا؟ انت فين؟ انا والله نزلت اصلا مش من السلام اساسا يعني. طب انت فين يا حبيبي طيب؟ عشان لو تعرفوا عرفوني بس. والله ما اعرف، انا بقول لك كنت قاعد على القهوه والله. اه طب يا حبيبي ماشي ماشي، انت عرفت رقم ازاي؟ عرفت رقم ازاي؟ طب انت عرفت رقم ازاي؟ ايه؟ عرفت رقم اللي ادوهوني يا ابني؟ ابنك اعلم منك. كتر خيرك يا حبيبي، ربنا يقدرك على فعل الخير يابا. بالله عليك ما تسيب. حاضر حاضر يا حبيبي، يلا حبيبي حاضر. ماشي اطلع على الاسم اعمل له محضر. حاضر يا حبيبي حاضر حاضر، مع السلامه. كنت قريب من المستشفى واطلع اعمل له محضر. ليه يا حبيبي؟ انت جريت وراه ليه؟ جريت وراه ليه؟ اضربك ليه؟ واحد قال لي جري وراه. لا والله ايه؟ طب انت جري.